تبرع أحد فاعلي الخير وبمشاركة عدد من المواطنين لبناء مسجد في قرية الحاسكي بمحافظة لحج التي تشهد توسعا عمراني كبير، لكنه سرعان ما تعرضت أجزاء من المبنى الذي ما زال قيد الإنشاء للانهيار. هذا نحتاج إلى دعم هذا المسجد وأكثر من 500 نفر اللي يصلوا في هذا المسجد، ونحن في حالة إلى دعم هذا المسجد، والمختصين هم بيعددوا أي شهادة العمدة في المسجد. حادثة انهيار بيت من بيوت الله تعد الأولى في المحافظة، وهي بحسب المختصين إنذار موجه لفاعلي الخير والمواطنين بأن يتم مشاركة الجهات الرسمية بالإشراف والمتابعة في أي مشاريع خيرية مثل بناء المساجد. المشكلة قائمة في مسجد الحاسكي الذي بدأ بناؤه في خطأ، وكانت النتيجة انهيار المسجد عند بداية سقفه. هذا المسجد طبعا لم يتم عبر الاوقاف، وانما فاعلي الخير او بعض الاهالي هم من قام بجمع التبرعات وبداوا بعمل احنا نعتبره عمل عشوائي لانه لم يتم عبر المكتب. وكانت النتيجه انه حصلت اخطاء من قبل المقاولين والمهندسين، لانه الاصل انه يكون مهندس الاوقاف هو اللي يشرف على البناء، لكن لم يبرع عبر الطرق القانونيه، فكانت النتيجه انه ما حصل، ما حصل يعني انهار المسجد بدايه ما تم السقف. الجهات المعنيه في مكتب الاوقاف بالمحافظه ارسلت مهندسين لمعرفه الاسباب ورفع تقرير بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونيه. قمنا باتخاذ اجراءات اوليه اللي كلفنا المهندس المكتب بالنزول الموقع ورفع تقرير يومنا هذا ان شاء الله، يرفع تقرير لمعرفه سبب انهيار المسجد منذ بدايه بناء. وعندما يتضح المتسبب سوف نتخذ اجراءات ضده طبعا وفقا للقانون. تواصلنا مباشره مع المقاولين المختصين الذي قاموا بتنفيذ هذا العمل، وتم الوصول اليهم الى الاتي: المقاول الذي قام بتنفيذ اعمال النجاره حق الاعمده تم تحميله اعاده تنفيذ تكسير الاعمده وتنفيذ العمل من جديد، والمقاول حق السقف يقوم بفك الحديد حق السقف ثم اعاده السقف من جديد تحت إشراف المهندس. مهندسون مختصون أرجعوا أسباب انهيار المسجد إلى وجود أخطاء فنية في بناء الأعمدة والسقف، وكذا عدم وجود مهندس مشرف على العمل، إضافة إلى اعتماد أكثر من مقاول في أعمال البناء. السقوط كان ناتج عن أخطاء في تنفيذ الأعمدة، جزء منها تتحملها في تنفيذ الأعمدة، والجزء الآخر أخطاء فنية أثناء تنفيذ شدة السقف. حصل ان بعض الاعمده الخشبيه قرحت وتغيرت من مكانها، ومما اثر على سقوط على ميلان في العمدان، نتيجه ان هذه العمدان كان تنفيذها خاطئ. الخطا هذا كان ناتج انه عدم وجود مهندس مشرف على اثناء تنفيذ الاعمال من بدايه القواعد حتى الوصول الى السقف. نطالب جميع الاخوان سواء كان المواطنين سواء كان فاعل الخير سواء كان الاهالي بأن يتعاونوا معنا بأن لا يكون العمل في بيت من أي بيوت الله إلا عبر الأطر القانونية اللي هي عبر الأوقاف، وذلك لكي لا تحصل مثل هذه المشاكل، وكان تحصل مشاكل أخرى أيضا. مناشدات عاجلة وجهها الأهالي للجهات المعنية لاتخاذ معالجات سريعة وإلزام المقاولين بإعادة بناء الأعمدة والسقف وإصلاح ما تضرر في مشروع المسجد تحت إشراف هندسي لمكتب الأوقاف.